خلينا بقى ننتقل مع حضراتكم لخماسية المنتخب الأكثر من رائعة على المنتخب السوداني، وضمن طبعا المنافسات بتاعت الجولة الثانية لبطولة كأس العرب. تاني هنرجع نقول ماتش فيه سيطرة مصرية من البداية للنهاية، ده غير كمان زي ما حضراتكم تابعتوا الكروت الحمراء لاثنين من لاعبي السودان، وده كان برضو غريب شوية، بس يعني ما كانش فيه خطورة خلينا نقول على مرمى محمد الشناوي. يعني تماما 90 دقيقة انت بتتكلم في سيطرة من المنتخب المصري، فكانت مباراة كمان يعني رائعة وودية زي ما حضراتكم عارفين. اخر مرة لعبوها كانت من 12 سنة في الخرطوم، ده عام 2008، فحاجة يعني كانت محترمة. زي ما بقول تاني، نتمنى ان هو يستمر هذا الاداء في الفترة كمان القادمة، لان هو ده المتوقع او هو ده المنتظر يعني تقديمه لجمهور مصر، يعني هو ده اللي احنا بنقوله دايما.